قد انت ما بتزعل حالك، انا بزعل اكتر. واحد ما بيحسن يزعل على اهله، والله ما بيحسن يخبي الدمعة بعيونه، الحرق قلبه من جوا. يا الله شو بدي اعمل؟ لا اعمل والله العظيم ما عم بحسن. اتمنى اروح من هالحياة كلياتها، الموت احسن من كل هالعيشة، والله احسن. طلع والله اغراض ابويا اللي بس راح كل شيء، ما تم عنا شيء. كان في 300 دولار بجيب ابويا، بدي اروح يجيب عرباية فول مشان نشتغل. والله ليرة ما في هلق في البيت لنجيب مصروف على البيت. شوفت عينك هلق امي بدها تروح الدكتور، ما معها صاري تروح تشفي حالها. شو بدي اعمل؟ انا ما الي غير ابوي وامي واخواتي بهالدنيا بس. صحي ما ان غير الابهات والامهات بهالدنيا، والله ما ان غيرهم يا عمو. صحي كل شي راح وكل شي شي، بس قدرة رب العالمين شي مكتوب وصاير بدي يصير. وبنتمنى انه يصير عنا سقف احسن من كل هالتوادر، لانه خواتي كل الليل مو عملنا، لانه بيشوفوا هالتوادر وما بيستجروا يناموا كل الليل، ونحن سهرانين وندعو وبنصلي. والله يا عمو ما يتم عنا شيء، هاي اميتي اكتر شيء والله.